السلام عليكم اخوتي، انا مواطن تونسي اصلي جابسي، عايش في تونس، نعسان ولاد بن عروس. انا عندي مشكلة نحب نحكيها لكم، فماش ما تلقولي حل، خطر انا ما لقيتش حل. انا عندي بناتي قاعدين يتعرضوا كل يوم للعنف الجسدي والعنف اللفظي. صحيح احنا رانا كما يحكوا برشا كحالش، اما رانا منش مصيخ ومنش حاشاكم حتى في الكلمة خماش كما تحكي برشا عبار. انا فهم شكون تعدى لي على بناتي، مش تعدى عليهم معناها تحرش ولا حاجة، وما يصلش في استعداد عليهم، أما عنفهم جسد. أنا عنف لفظي وجسدي، كيفاش؟ ضرب، كلام، وصفان، يا خماج، وقتاش باش تخرجوا من البلاد، وقتاش باش تتقطعوا من البلاد. أنا عندي بنتي تقرا سنة تاسعة كلاج، تعقدت مش تحب تمشي تقرا، تترينا ماش تحبش مشي تترينا، قلت لك يا بابا معنا احني ما نجموش نعيشو في البلاد ولا ما نعرفش كيفاش، انا نصبر ونوسع في البلاد. وبنتي لا انا نورمال، كنا كيف كيف، ما فرق بين اسمر ولا ابيض، ما هاني نمشي في حالي معاها، لكن ولا تتعرض للعنف الضرب. بنتي ضربت، ضربها تو نقول لك شكون ضربها، تعرض لها وضربها، نفس الحكاية وصفان وهذاك اللي حكينا فيه. مشيت شكيت مركز نعسان، عطوني تسخير تمشي لباب سعدون، مشيت لباب سعدون قام بالواجب، عدوا عظام كذا، عطوها سرتفيكا 7 أيام. باهي، يعني المشكلة وين؟ بعثوا كل من دوي حماية طفولة، ما فما حتى شيء. لا لا لا، محمد رسول الله. لا لا لا، محمد رسول الله. 21/11 تعرضت للعنف، والحد الان وانا ما فما حتى شيء. علاش؟ خاطر احنا ما عندناش شكون، عندنا ربي صحيح، اما ما عندناش الكتاف، ما عندناش شكون يجري معانا في المركز، شكون كذا. تمشي للمركز يبعثك ما نعرفش للكولاج، تمشي للكولاج يبعثك للمركز، تلقى روحك معناها نضيع وقتك ماشي جاي فما لا شيء. خويا انا بناتي كل يوم قاعدين يتعرضوا للالفاظ البذيله، وصفان سبحان الله، خلقني ربي هكا توصيف. انا مانيش كان جيت نخلق في روحي، راني انا ازين واحد في العالم، ناكد لك 1000%. باهي، راني صانع روحي ملاك، اما الله غالب. انا خويا المطلوب منكم تعاونوني، تقفوا معايا. انا بنتي تعقدوا، قلت لك تعاود تعادلي على بنتي بالعنف وضربها، زدت مشيت عملت سرتفيكة اخرى وما فما حتى شيء. بناتي ماش يحبوا يمشوا يقروا، ماش يحبوا يترينوا، ماش يحبوا حتى شيء، ولا يهدد فينا نخرجكم من البلاد. واللي هو سي نزار الفرجاني عنده صالة نزار سبور، صالة مؤهلة للسقوط، وهو لا يملك، ما عندهش حتى ورقة من الاخر بلغة عربية فصحى، ما عندهش، يخدم في يفلح، يتحايل، انا متحايل عليه انا وصحابي عاملين فيه قضية الوكيل الجمهورية، عندها قداش تو متحايل علينا في زوز ملايين باش نشري باش نعدي النوار، ما نعرف ما فما حتى شيء. شكينا عملنا شكوى جماعيه، مشينا تقابلنا، عاودنا تقابلنا، ولحد الان ما فما حتى شيء. خويا انا المطلوب شوفوا لي حل وخذوا لي حق بنياتي اللي معتدي عليهم بالعنف، والوثائق كلها عندي، شهاده طبيه عندي، تسخير عندي. خويا كما هو قال، يا وصفان يا خماش، وقتاش باش تخرجوا من هالبلاد؟
انا نقول لكم يا توانسة، رانا توانسة خويا، شوفوا لنا حل ويرحم والديكم.